إعطاء إشارة انطلاق موسم الحرث البذل، الإشارة فقط المساحة المراد حرثها وزرعها هذا الموسم هي في حدود 50,000 هكتار، كل أعوام الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات الأعشاب الرضار متوفرة على مستوى تعاونة البقول الجافة، كل جرات وآلات ونظرائي متوفرة على مستوى الفلاحين وكذلك على مستوى مؤسسه توزيع العتاد الفلاحي. اذا كل الامور مهيئه ومجهزه لانجاح موسم حرث وبذر.